تدخل المركز المتقدم الطريق الوطني رقم 16 على الساعة 11:30 بدعم من الوحدة الرئيسية لأجل حريق محل تجاري طابق أرضي زائد طابقين. المحل هذا لبيع الأفرشة والأواني وأدوات التجميل والتنظيف. تم تسخير طرف الحماية المدنية 7 شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام زائد سلم أوتوماتيكي وتسخير التعداد البشري أزيد من 40 عون بمختلف الرتب. العملية تمت تحت إشراف السيد المدير وحضور السيد الوالي. تم إخماد الحريق بعد ساعة ونصف من العمل، والآن في عملية الحراسة وما زالت متواصلة لغاية الإخماد النهائي. تم التدخل الفوري لأعوان المقاطعة وذلك بالقطع للتموين من فيما يخص الكهرباء والغاز. كان الفاصل الزمني 5 دقائق، بمجرد أن وصلنا على 11:33 كان التدخل أو قطع الكهرباء تموين بالغاز والكهرباء على الساعة 11:38. الحمد لله دي ما كانش يسمى موتة وما كانش ديديقا يسمى إيمان. إن شاء الله يخلف على لا 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 الأخ الكريم هذا اللي صرات هذه الصايبة، وإن شاء الله تبقى ديما هذا التضامن ويحيي الشعب والله العظيم، بارك الله فيه.